الحقيقة إنجازات ومكتسبات في مناحي كتيرة جدا من الحياة. من أبرز مكتسبات ثورة يونيو التنمية الشاملة في سيناء وربط سيناء بمدن القناة والدلتا، ده كان من خلال مشروعات عملاقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان، خصوصا مشروعات المجمعات الصناعية والزراعية والمجتمعات العمرانية الحديثة، بالإضافة لمد الطرق والجسور والأنفاق والاهتمام ببناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لأهلنا في سيناء. خطة غير مسبوقة تشهدها أرض الفيروز من خلال تعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بمدن القناة والدلتا، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية ومجتمعات عمرانية حديثة، إضافة إلى مد الطرق والجسور والأنفاق، وأيضاً الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له، حيث بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 1 تريليون جنيه لتنمية سيناء. وقد مرت سيناء بظروف صعبة في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث كان هناك مسرح للعمليات الإرهابية على أرضها. من هنا كانت رسالة وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الظروف تحديداً في عام 2014 بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات أمنياً وعسكرياً، وذلك من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء في تاريخها بالكامل، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات عديدة تسهم في عمليات التنمية. محاور متعددة تم العمل عليها ضمن خطة تنمية شبه جزيرة سيناء، بدأت بمد جسور التنمية إلى سيناء لكونها كانت بمعزل في فترات عديدة عن باقي الجمهورية، وحيث تم التركيز على أن يتم العمل على ربط سيناء بباقي الجمهورية بجانب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وذلك من أجل تمهيد الأرض لأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها عليها، ثم تنفيذ مجموعة من الاستثمارات سواء زراعة أو صناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وقد زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023-2024، مقارنة ب 5.9 مليار جنيه عام 2013-2014، فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ عام 2018. كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة. وهناك أيضاً مشروعات صناعية كبرى تم العمل عليها بسيناء ومدن القناة لتحقيق تنمية صناعية، وبلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، والذي يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج. فيما بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً، وبتكلفة 2.9 مليار جنيه. وتشمل مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليصل عددها إلى 6 أنفاق عام 2023. كما تم تنفيذ 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى مارس 2024، علاوة على إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه. وفيما يتعلق بالتجمعات التنموية، فقد تم تنفيذ 4259 بيتاً بدوياً، كما تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، و17 أخرى تم العمل عليهم. كما عملت الدولة جاهدة على تحقيق التنمية الزراعية الشاملة في سيناء ومدن القناة، وبلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7% لتصل إلى 285 ألف فدان عام 2024 مقابل 103 ألاف أفدنة في يونيو 2014.